عن سفرية المالديف. مش قادرة اقول لكم ان بجد بجد كان احلى ويك اند انا قضيته في حياتي. يعني انا حياتي كلها بتبقى عبارة عن سفر اوروبا. المالديف دي بحب اروحها كل ويك اند بالنسبة لي يعني. بس بصراحة كانت مواجهاني بقى مشكلة فظيعة فظيعة فظيعة. كان الاكل بجد في الطيران مكنتش عارفة مكنتش قادرة استطعامه. مش عارفة ليه، بس يمكن علشان حسيت ان الاكل في اوروبا كان احلى، مش عارفة، او يمكن اتعودت على السوشي فمش عارفة. انتي ايه رأيك يا ياسمين؟ انا من رأيي ان انتي ممكن تفيدينا اكتر، لان انتي سافرتي المالديف وكنت منزلة ستوريهات كتير بقى فبتقولي عن المالديف. عايزين احكي لك عن سفرية المالديف بتاعتي؟ احكيها لك عادي خالص. انا رحت سفرية المالديف. بص يا بنتي، صلى على النبي صلى على النبي. بس انا رحت سفرية المالديف، اول حاجه الخدمه هناك ما كانتش حلوه قوي. اقول لك ليه، انا طول عمري بروح المالديف، بس اول لما بروح المالديف بحب اعدي بقى انت عارفه على شارع المالديف اللي من بره ده عند عربيه الفول، بحب اشتري من عنده سندوتشين فول. فالمهم انا كنت رايحه اشتري سندوتش فول، المفروض بشتري انا اصلا ب 3 جنيه ونص، تمام؟ راح الراجل قال لي ب 4 جنيه، انا على طول بشتري ب 3 جنيه ونص. فرحت متخانقه معاه، قلت له ايه انت فاكرني بقى اللي هو صايحه ولا ايه؟ لا طبعا ماليش في الجو دوت، انا هاخده ب 3 جنيه كمان، يعني مش هاخده ب 3 جنيه ونص، لا انا هاخده ب 3 جنيه. فراح مديهولي، وكنت زعلانه جدا لان البصل ما كانش مديني بصلايه، انا بحب اخد بصلايه بقى على نص ليمونه، هو ما رضاش يديهاني. دي كانت اول مشكله تقابلني في المالديف، تمام؟ وانا رايحه على المالديف طبعا كان معايا امي وابويا يعني والناس دي كلها. فالمهم انا في العموم بحب احجز الكراسي اللي بتبقى موجوده هناك، فانا بحجز الكرسي ب 10 جنيه، تمام؟ فلقيت الراجل بيرد عليا بيقول لي ب 20 جنيه. طب 20 جنيه ازاي؟ طب احنا كتير، ما هتأثر معايا في الميزانيه، خصوصا ان الميكروباصات بتبقى الاجره بتاعتها عاليه موت. قلت لم الليله وخلاص ومش مهم، وخلاص انا هاخد الكرسي على 15 جنيه وخلاص بقى. حتى بتاع الفريسكا كان معدي فشهدته فاتخانقنا، فيعني حصل حوار، تمام؟ بس الفريسكا بتاعته ما كانتش قد كده برضه. يعني عايزه اقول لكم المالديف مش زي ما انت فاهمه، انا واحده جربت المالديف وما اقولكيش. واحنا مروحين عند ميدان لبنان، تمام، كان نفسي اشتري الوزه، فروحت عشان اشتري الوزه، فالراجل بقول له بكام، بيقول له ب 45 جنيه وزه هنزل بيها البحر. يعني ما ايه، طب ما انا كنت جبت كوشت بقى، ولا كنت جبت اي عوامه من 15 جنيه، دي كانت قضت على الموضوع. فالموضوع هناك غالي 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 ما اقولكيش، ولا ميدان لبنان يلهوي الناس عليه كده، حتى ما عرفتش حتى اتصور جنب الميدان. فبس فروحت بقى. فبصراحه يعني كانت سفريه قتيمه 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 ما اقولكيش. ما بحبش المالديف دي خالص، جامصه برقبتها.